ممكن ارجع هلا، ممكن ارجع بعد شهر، ممكن ارجع، ممكن ما ارجع ابدا، يعني ما بتفرق معي. توديني على لاذقية وترجعني على على دمشق على الشام. لا الموسم الجاي راح نخسر المباراة الاولى. يعني انت سيطرت على العراق من الشمال للجنوب، بطل الدوري والكأس، مثل ما بيقولوا بأصعب مواسم، الحمد لله حققنا الشيء المطلوب والحق، حققنا الشيء اللي كان مستحيل يتحقق. أنا إمتى ما بدي فوت على النادي، يعني على بياض والله بوقع وبمشي، يعني نادي الشرطة. نادي الشرطة؟ بدون بياض. والله حتى بدون ما أشوف المبلغ. والله لأن بالنسبة لي أنا مرتاح كثير، وبعرف إنه هنا دائما بينصفوني. بس في شغلات مثلا الواحد شوي يدق عليها مرات، انه انا عندي تخوف اني انا قدمت كل شيء بقدر عليه لنادي الشرطه، يعني حققت كل شيء تقريبا كل بطولات سواء فرديه او جماعيه، فهذا بصير عندي تخوف. اكو عروض احترافيه عندك؟ ايه صراحه بالامارات وباوزبكستان واثنين بايران. اي نادي موجود فيه شخص مثل الكابتن علي الشحماني بتوقع انه ينافس على كل بطوله. اذا ما رجع هو احنا ما نوقع. اذا رجع تفكر انه تجدد؟ طبعا انا الكابتن علي.